استقبل رئيس بشار الأسد المشاركين في اجتماع الأدباء والكتاب العرب المنعقد في دمشق. اعتبر سيادته أن الحديث مع المفكرين والأدباء يعني الحديث مع عقل الأمة وعقل الشعب. لك العقل ماله لزوم بوجودك يا سيد الرئيس، وبعدين شو هي عقل الشعب؟ وأساساً من أمتى للشعب له عقل؟ ومين هو الشعب أصلاً لحتى يكون عنده عقل؟ وأشار سيادته خلال استقباله المشاركين في اجتماع الأدباء والكتاب العرب إلى أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له المنطقة العربية هو ضياع الهوية. إيه صح لسانك سيادة الرئيس، وأخيراً صحي ضميرك الوطني وانتفض عندك بنكرياس العروبة، لأنه للأمانة في روايات مغرضة بتقول إنه سوريا صارت محافظة إيرانية، روايات تانية إنه سوريا صارت محمية روسية. وعليه لك روح إن شاء الله بيضيع ببير ماله قرار يلي ضيع هوية سوريا. قول آمين. هذا يا جماعة من كم يوم صار اجتماع مهيب بالشام، عقل الأمة بفيوزاته وتلافيفه كله كان عند قائدنا المفدى، وذلك بمناسبة اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بمشاركة وفود من 12 دولة عربية. زيارة نحن اللي منعرفه أنه عدد الدول العربية 22 دولة. لك إيه هو صحيح عدد الدول العربية 22، بس هذا اللي تدبر معنا ألف الحمد لله. وخلال اللقاء انفتحت الدفاتر مثل ما لكم شايفين، وصاروا ينهلوا ويغرفوا من الأفكار الفاسدة تبع قائدنا. وهلأ كالعادة بنط الأستاذ المواطن كتير الغلبة وبيقول لي: يارا بلا عطيني كم اسم من أسماء هالمفكرين والأدباء والمثقفين يلي وصفهم السيد الرئيس بعقل الأمة. هون رح أقلك عزيز المواطن كتير الغلبة يبعت لك حمى على هالسؤال شو محرج، يعني لو نحن عرفنا شي اسم ما كنا عملنا الحلقة أساسا، ولكن بعد البحبشة والنكوشة الله يسرها علينا وقدرنا نعرف كم واحد. مثلا خدوا لي هالنمرة. حضور الدول العربية في سوريا هو أمر محتوم. لا تقولوا لي ما عرفتوه، بزعل منكم. ها لك هذا جزء من عقل الأمة وأشهر من النار على العلم. لك هذا سيد من عمل زجل بالمنطقة، السيد إلياس صغيب اللي هو الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين. فوقك الغيم رغوة الصابون والليل أعلى نجم خاطب لك، تحتك المي شبية الحسون والفجر سطر الشمس ذهب لك. المهم تعرف المناضل الصغيب شو عمل مشان يحضر الاجتماع بالشام؟ يعني ما في شيء من واجبكم، لكن الزلمة أجل عرسه بس مشان يجتمع مع السيد الرئيس. وأتوجه بشكر خاص وتقدير عظيم إلى فخامة الرئيس بشار الأسد للقائه اليوم بعدد من نخبة المثقفين وطالعتهم واستماعه إلى أفكارهم بوضوح وشفافية وصراحة. تبنى أيضا فخامة الرئيس مجموعة من هذه الأفكار ووعد بدعمها أدبيا وماديا. لك عن جد عيب عليكم إذا ما عرفتوا، هذا أحد فيوزات عقل الأمة ولو السيد المناضل علاء عبد الهادي. بالمناسبة هالعينتين انتخب مؤخرا رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر للمرة الرابعة على التوالي. إيه يا فندم؟ إيه؟ جاي تعمل إيه تحديداً؟ يكون علشان تعرف أصول البقاء على الكرسي لمدى الحياة؟ ولا علشان تقتبس تجربة توريث المناصب؟ عايز إيه بالضبط يا باشا؟ حي المقاومة من سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى فلسطين إلى كل بلد عربي مقاوم، وآمل أن تكون النهضة الثقافية العربية المقاومة. هاي وقف وقف، شو دخل بوسينا شعبان اجتماع المفكرين والمثقفين؟ ولا لتكون محسوبة كمان على فيوزات عقل الأمة؟ وبعدين كمان الثانية، هلأ كل اجتماع بيصير أو مؤتمر إن شاء الله يكون عن الباذنجان والمقدوس، لازم يعني الحجة بوسينا تدحش المقاومة بالنص؟ على كلين بما أنه الأشخاص يلي وصفهم الأسد بعقل الأمة ما عليهم ضوء ومشكوك بتأثيرهم، نحن بدورنا حبينا هيك نذكرك سيادة الرئيس ببعض الأسماء يلي إلها تقل فكري وأدبي وثقافي على المستوى العربي، لحتى نشوف شو كان رأيهم بقائدنا المفدى ونظام حكمه وسياسته على مدى العشر سنوات يلي مضيت. يعني مثلاً عنا الراحل الطيب تيزيني يلي صنف بين أهم 100 فيلسوف بالعالم، بزمانه دعا بشار الأسد للتنحي، وبعام 2011 قال هالكلمتين: التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة في سوريا. وعنا مفكر سوري تاني مشهور كتير اسمه صادق جلال العظم يلي كان معروف بتأييده للعلمانية، يعني الطبيعي انه كان لازم ينتفض ضد الارهابيين يلي خربوا البلد، بس الغريبه انه كان عنده راي تاني. الثوره في 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 سوريا هي مثل عوده المكبوت ضد يلي قمعوه. حتى
انه وصف السيد الرئيس بجلالة قدره انه محافظ لدمشق مو اكثر. وعندكم كمان خالد خليفة يلي هو واحد من اشهر الروائيين السوريين اللي صنفت روايته مديح الكراهية بين افضل 100 رواية عالمية، وتعرض للاعتقال من المخابرات يلي كسرت له ايده لما شارك بعام 2012 بجنازة احد شهداء الثورة السورية. وبتصريح له قال انه السوريين عم ينقتلوا من نصف قرن بإشارة لحكم البعث. ومن اشهر المفكرين الفلسطينيين يلي كان له باع كبير بالشأن السوري سلامة كيلم، اللي اعتقل بسجون الاسد الاب بالتسعينات لمدة 8 سنوات بتهمة مناهضة أهداف الثورة. بس لحظة انتبهوا منيح، الثورة هون قصدهم فيها ثورة الأسد الأب. وبعام 2012 اعتقل سلامة كيلا وتعرض للتعذيب والترحيل من سوريا. وقبل وفاته قال لأمثال الفيوزات تبع عقل الأمة يلي اجتمعوا عند الأسد، المثقف هو يلي بدافع عن الناس. طيب خلينا نطلع على لبنان، عنا هنيك كتير من المفكرين والمثقفين والأدباء يلي هاجموا الأسد الأب وحتى الابن. وأحد أشهر الكتاب والصحفيين والمؤرخين حازم صاغية يلي له آراء كتير داعمة للثورة. وعنا الأكاديمي المتخصص بالعلاقات الدولية والأستاذ بجامعة باريس خطار أبو دياب. بدكم مصر تكرم عينكم، عندكم أشهر شعراء العامية المصرية شاعر الفقراء والمؤثر البارز بالشارع المصري الراحل أحمد فؤاد نجم يلي قال بالثمانينات للأسد الأب يوم أحداث حماة الجولان أقرب لك. ولما قامت الثورة السورية عام 2011 كان له هذا الرأي. مخابرات السورية أعوذ بالله مش بنقدمين خالص. من روح لتونس يلي فيها واحد من ألمع المثقفين على مستوى العالم العربي واللي كان رئيس لتونس قبل سنين وهو المنصف المرزوقي يلي كان له موقف واضح ومشرف من ثورات الربيع العربي وخصوصا الثورة السورية. هلأ طبعا إذا بدنا نسرد عن أشهر المثقفين والأدباء والكتاب على مستوى الوطن العربي واللي بالفعل ممكن نسميهم عقل الأمة ما رح نخلص لبكرة، وأكيد ما رح يكونوا بصورة هزيلة بجانب بشار الأسد. بالختام وقت تشوف اللي بيسموا نفسهم أو بيسميهم الإعلام مثقفين وأدباء شوفهم بحضرة شخص مثل بشار الأسد، مدري ليش بيخطر على بالي المفكر الحلبي الشهير عبد الرحمن الكواكبي اللي قال هالجمل من أكثر من 100 سنة بكتابه اللي هو طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. فلكل مستبد متمجدوه الذين يسبحون بحمده ليل نهار، فإن أعطى أعطى ليأخذ، وإن منع منع ليسيطر، وبه يفسد الأخلاق وينقل عامة الناس ومتمجديهم من طلب العزة والعلا إلى طلب التسفل والاحتفاء به.